دعت الهيئة العامة للبيئة جميع أصحاب الشاليهات وكافة المنشآت بالمنطقة الجنوبية بضرورة التواصل المباشر معها عند رصد أي بقع للزيت، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل فرق العمل المختصة. كما تهيب الهيئة بتوخي الحذر وعدم السباحة أو القيام بأي أنشطة بحرية في المنطقة الجنوبية خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال المكافحة الجارية حاليا، والتي أزالت بدورها معظم البقع النفطية المتسربة بعد التأكد من تأمين المرافق الحيوية لمنطقة الزور وما جاورها.